تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا المسجد الجامع المسمى بجامع الفرقان في منطقة حي معمل الأدوية، هكذا كان يسمى، لأن معمل الأدوية كان فيه دور سكنية، مدينة عمالية وأخرى للموظفين، وكانت هذه المدينة العمالية مجموع دورها وبيوتها 100 دار، وبيوت الموظفين كانت 80 دارا، وكانت هذه المنطقة مسورة، وكان لا جامعة فيها، فانبرى لها الحاج المرحوم حسون الحاكم من عشيرة البعضيم رحمه الله سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى، فبنى هذا المسجد في عام 1976 من القرن الماضي وأكمله، أكمله تماما، وكان في حينها مسجدا لطيفا جدا، وله مسألة أنه لما أراد أن يكتمل هذا المسجد كان يحتاج إلى يعني بعض من الطابوق، وفي ذلك الوقت كان تقشف في البلد، وما كان يعني ما كان الطابوق متيسر في حينها، فعند بيتين دارين عنده داران، وبيته معروف قريب من المستشفى الجمهوري المستشفى العام في سامراء، فأخذ عمالا وفلشوا الستائر، احنا نسميها التيغة، وحمل الطابوق وجاء أكمل للمسجد، وكان مسجدا مسورا لطيفا. من احنا صغار ارتدينا جامع الفرقان، تعلمنا من خلاله على ابجديات الصلاة، من وضوء، من تلاوة قرآن، من أذان. الحمد لله احنا الان هسه باعتبار اغلب اوقات الصلاة احنا نأذنها على مقامات مختلفة. هسه راح أأذن على مقام اللامي اللي اغلب العراقيين يعني يحبون هذا المقام. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن مصلى صيفي ومزروع بالثيل وفيه أوراد وكان أشجار على حد السياج وكانت فيه نخلات ثلاث وهن لما يزلن لحد الآن هذه النخلة عند الباب عند الدخول وبالمقابل أيضا هناك نخلتان والحقيقة الرجل رحمة الله عليه بعد أن أكمله توفي إلى رحمة الله عز وجل. المسجد حقيقة في حينها كان يرتاد إليه شيخنا شيخ ماجد رحمة الله عليه فكان يعظ الناس فيه يأتي في كل أسبوع هنا ويجتمع بالمصلين ويعطيهم درس وعظ وإرشاد ويصلي فيهم المغرب والعشاء ثم يذهب إلى بيته في داخل سامراء. منذ الصغر اعتادينا على هذا المسجد الذي هو الوحيد في هذه المنطقة. مسجد الفرقان مسجد له روحانية خاصة. منذ صغرنا تعلمنا في البداية عن طريق الدكتور الشيخ حاتم أحمد السامرائي الوضوء والصلاة والأذان، وكانوا قبلنا مؤذنين رحمهم الله في هذا المسجد، تعلمنا منهم الأذان والمقامات. ومن أبرز المؤذنين القدامى في هذا المسجد مسجد الفرقان الحاج صالح القاضي رحمه الله والحاج سليم أبو بلال رحمه الله والحاج صالح العباس رحمه الله والعم لؤي والحاج محي أبو صادق رحمه الله. تعلمنا منهم الكثير ونحن على خطاهم.
انت ايش حافظ من الخطبه مالتي؟ اريدك قبل ما تبدا بهذا المقطع صلي معي عن النبي واذكر الله صلى الله عليه وسلم. عافيه بهارون. هارون انت تجي للجامعه احنا نحبك ونكيف عليك واحنا نريدك انه انت تكون مصلي ويانا واحنا نريدك الله سبحانه وتعالى يوفقك بحياتك ونساعدك احنا زين؟ وريد نعلمك القرآن حتى نعبد الله سبحانه وتعالى ونعلمك الصلاة ونعلمك بر الوالدين والإحسان للناس. فأنت حبيبنا وأنت ابننا فأنت لازم تصير يعني ملتزم بنظامنا وتعاليمنا زين حبيبي. في عام 1978 أنا جئت إلى هذا الجامع كإمام وخطيب يوم 22/8/1978 وبقيت فيه لمدة 20 عاما. وكنت أؤدي عملي كإمام وخطيب وواعظ على أتم صورة وعلى أحسن وجه، وكنت أستقطب أهل المدينة وخارج المدينة خصوصا في خطبة الجمعة. أما أهل المدينة فكانوا متواجدين، هم في عمل حقيقة، ثم دائما هم في صلاة الظهر والعصر، خاصة في موسم الشتاء يكونون في دوامهم الرسمي كموظفين، والمغرب والعشاء والفجر يعني أكثرهم كانوا يأتون إلى المسجد. والمسجد فيه عناصر يعني كانوا طيبين جدا وأصحاب غيرة وشهامة وأصحاب دين على هذا يعني أصحاب دين وأصحاب غيرة وشهامة في هذا المسجد، فكانوا يعملون في المسجد أشبه بخلية النحل، من تنظيف المسجد، من سقي الأشجار، من كل ما من شأنه أنه يقوم هذا المسجد، باعتبار أن المسجد لم يكن فيه خادما ولا مؤذنا، فقط فيه الإمام والخطيب. Thank you.
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن لعنهم الله بكفرهم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء أكثرهم فاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الآن بنيت في الحي يعني أكثر من مسجد وتوسعت المنطقة والدور أصبحت كثيرة ومن جنب يعني المنطقة المجاورة للشركة العامة صناعة الأدوية ما يسمونها بالدوانب، فاليوم أصبحت المساجد كثيرة، لكن نحن بقينا يعني نتواصل مع هذا المسجد، والمسجد الآن يأمه يعني دكتور أحمد، ونصلي فيه صلاة التراويح، نقرأ ختمة كاملة. وهذا من فضل الله عز وجل. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين Amen.
إلا